بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الابتدائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأستاذ أشرف في تنمية مهارات رياضية. السؤال الأول، حاول ترتيب رقم 9 أربع مرات بحيث تصبح النتيجة 100. يبقى أنت هتستخدم العدد 9 أربع مرات للحصول على النتيجة 100 باستخدام عمليتي الجمع والطرح أو الضرب والقسمة للحصول على النتيجة. يبقى أنت دلوقتي قدامك 15 ثانية علشان تفكر في الإجابة للحصول عليها يعني. طيب تعالى بقى نشوف كده مع بعض. عندنا أدي 99 زائد 9 على 9. 99 زائد 9 على 9، طبعا 9 على 9 فيها الواحد. 99 زائد 1 بتساوي 100. تعالى نروح للسؤال الثاني. لدى أحمد 16 جورب أبيض و16 جورب أسود و16 جورب رمادي، موضوع في درج، وكانت الغرفة مظلمة، وكان في عجلة من أمره، ما عدد الجوارب التي يجب سحبها حتى يحصل على زوج من الجوارب المتسقة؟ احنا عندنا ال 16 باللون الابيض، 16 باللون الاسود، 16 باللون الرمادي، موضوعين في درج. يبقى هو عشان يحصل على اقل عدد، علشان يحصل على زوج متسق يعمل ايه؟ قدام 15 ثانية تفكر للحصول على الاجابة الصحيحة. الاجابة الصحيحة 4 جوارب. ليه؟ لانه هياخد من ال 16 اللي في الاول 1، ال 16 اللي رقم 2 هياخد 1، رقم 3 هياخد منهم 1، وبعدين ياخد 1 من اي من الايه الثلاثه، هيحصل على جورب متسق. طيب تعالوا نروح للسؤال الثاني. احمد ومحمد ومحمود ثلاثه اشقاء، عمرهم حاليا عددا اوليا، يعني عمر الاول والثاني والثالث اعداد اوليه، واحنا عارفين الاعداد الاوليه اللي هي الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة والحداشر والثلاثاشر والسبعتاشر والتسعتاشر وهكذا إلى ما لا نهاية. كما أن الاختلاف يعني الفرق بين أعمارهم برضو عدد أولي، كم يبلغ عمر كل منهم؟ قدامك 15 ثانية بتوقف الفيديو وتفكر في المثال اللي قدامك. الإجابة عمر أحمد بيساوي 2 سنة، عمر محمد بيساوي 5 سنوات، عمر محمود بيساوي 7 سنوات. ألاحظ الفرق بين عمر محمد وأحمد، 5 ناقص 2 3 عدد أولي. الفرق بين عمر محمود ومحمد 7 ناقص 5 2 عدد أولي. الفرق بين عمر محمود وأحمد 7 ناقص 2 5 عدد أولي. تعال نروح للسؤال الرابع. في جيبي 500 جنيه، صرفت منهم 100 جنيه، الباقي 400. صرفت 100 جنيه، الباقي 300. صرفت 100 جنيه، الباقي 200. صرفت 100 جنيه، الباقي 100. صرفت 100، الباقي 0. المجموع لما صرف 500 جنيه، المجموع للباقي 1000 جنيه. أين الخطأ؟ أمام 15 ثانية تفكر أين الخطأ؟ المجموع 500، المجموع 1000. نلاحظ أن الباقي 400، صرف منه 100، الباقي 300. هنا ال 300 أنا جعلتها مبلغ منفصل عن ال 400، وده خطأ، لأن ال 300 ده جزء من ال 400، جزء من الباقي، ما ينفعش ان انا اخليه مبلغ منفصل عن ال 400. وال 200 نفس الكلام، جزء من الايه ال 300، ما ينفعش يعني اخليه جزء منفصل، وال 100 هكذا نفس الكلام. يبقى هنا ظهر الخطا بسبب ان انا جعلت ال 300 منفصل عن ال 400. نيجي للسؤال الخامس. توفي رجل وترك رساله بجانبه مكتوب فيها نو 8 4 5 days، ما سبب الوفاة؟ أمامك 15 ثانية للتعرف على سبب الوفاة من خلال قراءة الرسالة. سبب الوفاة no
8 4 5 days. يبقى سبب الوفاة ان هو لم يأكل لمدة 5 أيام. السؤال السادس: رجل كفيف يسكن وحيدا في منزله ومعه 4 أقراص من الأدوية، قرصين باللون الأبيض وقرصين باللون الأحمر، والمفروض أن يأخذ في كل جرعة قرص أبيض وقرص أحمر، فماذا يفعل؟ رجل وحيد وكفيف، كيف يأخذ قرص أبيض وقرص أحمر؟ معك 15 ثانية حتى تفكر تفكيراً صحيحاً للحصول على الإجابة. الرجل هنا فكر بذكاء، أخذ نص أبيض، هو لا يرى القرص، نص أبيض، وضع جزء على اليمين وجزء على شماله، نص أبيض نص أبيض نص أبيض ونص أبيض، نص أحمر نص أحمر نص أحمر نص أحمر. يبقى هو عمل إيه؟ بدأ يفصل الكرس إلى نصفين ووضع جزء على اليمين وجزء على اليسار، بدأ يحصل على كرس أبيض وبدأ يحصل على كرس أحمر، كده حصل على الجرعة بتاعته وتناول الجزء اللي على اليمين أو الجزء اللي على إيه؟ اليسار. كده يبقى احنا وصلنا إلى نهاية تنمية مهارات رياضية. أرجو أن أكون قد أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.